رفض وجوح واحكي له مالك اشكي له حالك واحفظ بقى وما تتسنش الا علي ايدي بتشفي علي لمسه واحده بس منه تكفي اطلبوها تلاقي وعد لسه أحبائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة أطلبوا تجدوا. وفي كل مرة بنشوف مجد الله بوجه مكشوف، والنهاردة هيضيف لينا إحسان جديد تاني علشان نستمتع بحضوره وبقوة حضوره بمسحته الغالية الرائعة اللي بنستمتع بيها في كل حلقة بيشرفنا الرب نكون فيها. بيشرفني يكون معايا في الحلقة النهاردة الأسيس أليكس حنا. أهلا بيكي أسيس أليكس، أنا سعيدة أن حضرتك معنا في الحلقة. برحب بيك أخت سلوى وبرحب بكل أحبائنا المشاهدين والمشاهدات، وبتقدم بالشكر لقناة الكرمة وإخواتي المخرجين مع الصوت والصورة وكمان القس عصام وحضرتك والأخت ليديا اللي وافقتوا أنكم تعملوا بدل الشهر ده مع الأسيس عصام الشهر اللي جاي. بشكر تعبه والرب يبارك الحلقة ويستخدمها المجد اسمه. أمين، والرب يباركك في رحلتك وترجع لنا بالسلامة. يبارككم الرب. أمين. أحبائنا المشاهدين، النهاردة موضوعنا موضوع رائع وحساس وعميق جدا جدا جدا. أنا بتكلم على تأثير الموضوع بالنسبة لي أنا. العنوان بتاع حلقتنا المسحة تعلمكم كل شيء. المسحة تعلمكم كل شيء. خلونا نقرأ من كلمة الله من رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحاح 2 من عدد 20. يوحنا الأولى 2:20 بتقول كده كلمة الرب: وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق بل لأنكم تعلمونه، وإن كل كذب ليس من الحق. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن. كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا. وأما أنتم فما سمعتموه من البدء فليثبت إذن فيكم. إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فأنتم أيضا تثبتون في الابن وفي الأب. وهذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الأبدية. كتبت إليكم هذا عن الذين يضلونكم. وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه. والآن أيها الأولاد أثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه عند مجيئه. إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يصنع البر مولودا منه. أمين. تفضل صلي لنا حد الأسيس. يا رب نباركك ونشكرك في هذا الوقت ونعظم اسمك لأنك إله ملك وسيد في كل الأرض وفي كل السماء. دفع ليك كل سلطان، شكرك. وبالسلطان قوة صليبك ودمك وعمل روحك القدوس نحن نأتي يا سيد الرب ضد كل خطية، ضد كل جسد، ضد كل شر وشبه شر وضد المسيح، ونعلن يا رب الغلبة بدمك وبعمل روحك، لا بالقدرة ولا بالقوة لكن بروحي قال رب الجنود. اجعل مسحة يا رب في هذه الحلقة يا رب. أن تصدر يا رب امتلاء جديد وقوة جديدة من الأعالي. لكل شخص يحتاج قوة، يحتاج قوة روحية نفسية جسدية. لأن المسحة تعلمنا كل شيء. والمسحة التي لينا من القدوس هي مش مسحة ندامة ولا مسحة وقتية،
لكن كما أعلن الكتاب أنها ثابتة فيكم. هللويا. ثبت عمل روحك يا رب بثمار الروح ومواهب الروح القدس، واعطينا يا رب أن نغلب كل حرب روحية، لأن مصارعتنا ليست مع دم ولحم لكن مع أجناد الشر الروحية في السماويات. أن نغلب بسيف الروح الذي هو كلمة الله. اعلن يا رب روحك في هذا الحلقة، اعلن انتصارات، غلبة، آيات، معجزات، لأننا يا رب بالروح القدس نكرز، الذي يفك الأسرى ويفك القيود ويطلق المقيدين أحرار، مقيدين المرض والمقيدين في الخطية والمقيدين في أي ربط، تنفك بقوة الدم وبعمل صليبك. وإن كنا بروح الله نخرج الشياطين فيقبل ملكوت الله بكل قوة ومجد ونعمة. بارك إخوتي يا رب الذين يتعبون معنا في إعداد الحلقة، والذين يا رب يبذلون وقتا كبيرا ومجهودا، أن هم يتعبون في الخفاء أنت تجازيهم علنية. يا رب أذكر أيضا أخت سلوى وعبدك، أعطينا نعمة وكلام عند افتتاح الفم وربح للنفوس. أخونا صمول يا رب بارك حياته واستخدمه بأكثر قوة، وكل خدام وخادمات الكرمة أيدهم بالقوة وسدد كل احتياج روحي ومادي. آمين آمين. مبارك اسم الرب. المسحة تعلمكم كل شيء. الحقيقة لما ببص للموضوع ككل بلاقي إن خدمة بدون مسحة تعتبر خدمة، مش هقول فاشلة، لكن بهتة جدا جدا جدا، ليس لها تأثير. عشان كده الرب يسوع كانت المسحة على حياته بشكل غير عادي. حتى بطرس في أعمال 10 بيقول يسوع هذا الذي من الناصرة قد مسحه الله بالروح القدس والقوة. المسحة اللي الروح القدس إداها للرب يسوع هي نفس المسحة اللي الرب يسوع إداها لنا من خلال الروح القدس الحال فينا. ياريت كلنا وأنا أول الكل دايما أقول له أوعى تسمح يا رب إن إحنا نخدمك وأنا أخدمك مرة بدون ما تكون المسحة بتخبينا. هو ده سر البركة. عشان كده خلونا النهاردة نقف وقفة، وأي حد محتاج لمسحة، أنا أول الكل هطلب من الروح القدس يضاعف المسحة على حياتي، لأني على قد ما المسحة تأتي على حياتنا على قد ما التأثير يبقى أقوى وأروع والثمار تبقى أكتر جدا. ربنا يباركك يا أسيس أليكس، لأن الموضوع ده موضوع رائع جدا وقلما بنتكلم فيه. فيعني عايزة أسأل حضرتك إيه المسحة، هي إيه بالنسبة للكتاب المقدس؟ المسحة هو عمل الروح القدس في قلب المؤمنين، وفي درجات لهذا العمل. يعني في من هم يقول أمنتم ختمتم بروح الموعد، ده المستوى الطبيعي أو العادي، لكن في مستوى أعلى من اللي هو السكنة قصدك؟ أو السكنة اللي هو الملك. ختمتم يعني سكن فيكم الروح القدس، سكن، بس في مستوى أعلى من السكنة وهو الامتلاء ومعمودية الروح القدس. يعني الرب كان نفخ في التلاميذ قبل يوم الخمسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطايا غفرت. لكن كان في مستوى أعلى من المسحة جاي في يوم الخمسين، لكنكم ستنالون قوة، بعد هذه القوة فعلا تكونون شهود وتعلمون كل شيء. وفي مستوى ثالث اللي هو الامتلاء المستمر من الروح القدس والقوة، أن أنا مش بكتفي باختبار ملء مرة واحدة أو معمودية، لكن زي ما الكنيسة الأولى والرسل والتلاميذ كانوا يمتلئون امتلاء مستمر ومتكرر. هنا بنلاقي مسحة روح الله أو حلول روح الله في يوحنا الأول أصحاح الثاني اللي حضرتك قريتيه، بيأكد على عدة أمور. بيأكد على الغفران، لأن الروح هو الذي يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. أي شخص مش متأكد من خلاصه، الروح القدس عنده تأكيد الخلاص وتأكيد البنوي. كمان في الروح القدس للآباء، بيقول أكتب إليكم أيها الآباء في عدد 13
لأنكم عرفتم الذي منذ البدء، يعني عرفتوا الآب الأزلي، الابن الأزلي، عمل الروح القدس اللي هو مش بس متوقف على تاريخي لكن العمل الأزلي الأبدي. يبقى الروح القدس للآباء معرفة إلهية، الروح القدس أيضا للأحداث. الأحداث ده يمكن أصغر سن أو لسه يعني تينيجر، ما لسه في بداية حياته بيسمع عن الروح القدس، لكن ده بيورينا أحداث مثلا في عمر داود يقدر يهزم جليات، أيضا أحداث في عمر يوشيا الملك 8 سنين ممكن يملك بكل قوة وبكل مجد. فالروح القدس لكل الأعمار لكل الأجيال، حتى الشاب اللي هو في مبتدأ حياته يقول غلبتم الشرير. هنا شر الخطية، شر الشهوة. طيب يمكن بعد الأحداث أو اللي هم لسه ما بين الطفولة والشباب، الأولاد اللي هو الشباب العادي بيقول لهم أيضا قد عرفتم الآب. ناس كتير بتفتكر أن معرفة الله، يعني أنا درست في كليات ولاهوت وخدت شهادات كتيرة، بس بقول زي مودي، اللي أنا اتعلمته في محضر الله بالروح القدس 90%، واللي أنا اتعلمته من وكل يوم بتعلم الجديد بالروح القدس، لأن الله يعني ملهوش لا طول ولا عرض ولا عمق ولا علو، معرفة ارتفعت فوقنا. فإحنا لما بندي أذهاننا للروح القدس، يعني مش مهم العمر، ناس بتفتكر أنه الأكبر بيفهم أكتر من الأصغر، والناس بتفتكر أنه كل ما تقدم العمر يبقى الشخص عارف أكتر عن الله، لكن الروح القدس بيلاشي السن، بيلاشي المسافات، وحتى الأحداث يقول لهم لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. فأنا عاوز أقول لك أنه إمكانيات الروح القدس 3 إمكانيات لأصغر سن يمكن أن يدرك عن الروح القدس، وهو لسه بينتقل من الطفولة للشباب، 3 مواعيد: كلمة الله تثبت، تاني حاجة يقول غلبتم الشرير، وناس بتقول احنا مش قادرين نغلب العالم ولا نغلب الخطية ولا نغلب الشر، ده لأن احنا بنعمل محاولات جسدية، لكن بالمسحة اللي هي ساكنة فيكم مش لسه صارع مع العالم ولا لسه صارع، لا ده بيذكرها بلغة الماضي، بيقول لأنكم قد غلبتم الشرير. فالمسحة بتريحني من المجهود الجسدي والصراع النفسي. ناس كتير بتصارع لكن منهزمة روحيا ونفسيا، لأن المعركة أو الخناقة أو الحرب ليست لكم، هي للرب. فأنا كل ما بستريح في عمل يسوع وفي عمل الروح القدس، هو اللي بياخد خط الدفاع الأول والأخير، لأن الله هو الأول والآخر والألف والياء والبداية والنهاية. ما ينفعش أن أنا أنتصر في الأول وأسقط في النص، حتى إن سقطت يقول لا أقوم. ليه أقوم؟ ليه؟ لأن الروح بيشفع فينا بأنات لا ينطق بها. الروح هو اللي بيضمن وعمل يسوع البنوة واستمرار الحياة. محبة العالم يعني ومحبة الآب، منافسة ما بين العالم ومحبة الآب، دي بيحسم هذه المعركة الروح القدس أيضا. شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة التي ليست من الآب، يقول كده أيضا الكتاب إزاي أن الروح القدس بيغلب كل أنواع الشهوات. بيكلم الأولاد اللي هم في سنه صغير جدا أنهم يقدروا يميزوا روح ضد المسيح. بنسمع عن حوادث عالمية رهيبة، واتأثرت جدا أخت سلوى وأنا بشوف ما وراء الأحداث، ولقيت مديرة حضانة بتردع الأطفال الرضع اللي لسه يمكن ما بيعرفش يقول بابا وماما، حط لهم في اللبن مخدر الفنتونيل ده اللي أقوى 50 مرة من المخدر العادي. يسوع. وأطفال ماتوا، أطفال راحوا الآي سي يو. فإحنا في عالم، الكلام ده هنا في أمريكا مش في دول العالم الثالث ولا دول فقيرة، فإحنا في صراع، صراع لأجل أولادنا، صراع لأجل
حتى الصراع بيبدأ من الحضانة، من وقت ولادة البيبي بيروح لو راح حضانة غلط ولا مكان غلط بيحطوا له المخدرات في اللبن، ذنبه ايه ده؟ فعشان كده احنا محتاجين نصرة للأطفال والأحداث وتمييز ضد المسيح. مش أي واحد بيقول لك أي كلمة، ولا أي مدرسة هتدخل فيها ابنك، ولا أي أول ما يتولد البيبي هنجري بيه على أي حضانة ولا أي مكان. عشان كده الكتاب بيشمل كل الأعمار في الغلبة في المسحة. ليه؟ لأنه سمعتم أن ضد المسيح يأتي، بس ضد المسيح ده مش المقصود بيه بس ضد المسيح لما هيأتي ويجلس في هيكل الله ويظهر نفسه أنه إله، لا ده بيقول إيه؟ قد صار الآن أضبط. الآن في العالم اللي احنا فيه قضات للمسيح كثيرين، ناس ضد البر، ناس ضد السلامة الجنسية، بينادوا بالتحول، ضد القداسة، ضد طبعًا. كل شيء طبعًا. طبعًا. الواحد فعلا بيشوف الأيام دي ما لم يخطر على باله كل أيام حياته. صحيح. ده صحيح. بس فعلا لأن نجاتنا تقترب، أمين، فإحنا عارفين أن إبليس بيشمر عن ذراعه ويحاول يضل الكل لو أمكن المختارين. عشان كده لازم نثبت فيه ليثبت هو فينا. لما بنثبت فيه هو بيثبت فينا. أسيس أليكس وهو بيتكلم أفتكر أن في آيات كانت واقفة قدامي في وقت من الأوقات وما عنديش تفسير ليها، يعني زمان يعني قبل ما يطلع الإنترنت ونبتدي ندور في جوجل وهكذا يعني، وكنت أصلي وأقول له إيه معنى الآيات دي، وخصوصا في سفر الرؤيا وفي الحاجات اللي لسه هتحصل. صدقني يا أسيس كان الروح القدس يوضحها لي كأني شخص قاعد قدامي. هللويا. وبعدين أما أروح أي اجتماع وتصادف أن يكون مثلا الخادم بيتكلم على نفس الحتة أو الحتة آية أو كده، ألاقي نفس الكلام. هللويا. اللي أنا عرفت تفسيره من الروح القدس بيتقال على المنبر، أقول له يا حبيبي ليه كلمة. هللويا. فعلا روح القدس لما بيعلمنا صحيح بيكشف صدقني كل شيء أحسن من كتب كتير كتير أكتر. يعني في كتب الواحد بيقراها عمرها ما تلمس قلبه، أقول لا 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 لا. أنا مرة التعليم ده فعلا تعليم ممكن يتلامس مع ذهني فقط لكن عمره ما يتلامس مع الروح القدس اللي في داخلي. فمش كل تعليم مش كل كتب، لكن لما الروح القدس يوضح وانت بتقرأ تلاقي الروح القدس بيشرح وبيوضح وبيفهم وتلاقي نفسك شبعت بالمكتوب. هللويا. من خلال الروح هو كمان اللي بيبكت على بر وعلى خطية وعلى دينونة. طبعا يعني ناس كتير بتحاول تأثر على أولادها أو تأثر على حياتهم، ما التأثير البشري أو لو عاوز تقوم طريق ابنك أو بنتك أو أخوك أو أختك الطرق البشرية ما تنفعش خالص. بفتكر في النهضات والخدمات اللي كنت بروحها مرة كده كنت بخدم وفي حد من الحظيرة الأخرى قاعد ورا الشباك ما قدرش يدخل الكنيسة ولا الاجتماع عشان خايف يعني لحد يشوفه. فوانا بسيب ذهني وفمي للروح القدس ابتديت أتكلم عن قصة شخص وحياة شخص وإزاي رجع للرب. فوانا رايح أخد العربية أخد تاكسي عشان أرجع بيه، الشخص ده قابلني بره، ما كانش يقدر يدخل الكنيسة ولا يقابل حد في الكنيسة، لكن جه يقول لي يعني أنت مين قال لك حكايتي؟ يا أنت يسوع أنت وأنت بتوعظ كنت بتقول حكايتي كأنك عايش معايا بالظبط، عرفتني منين؟ فقعدت أفهمه يعني إحنا عندنا حاجة اسمها الروح القدس. الله اللي بيحبك اللي عاوزك النهاردة تقبل إليه. أنا ما أعرفش أي حاجة عنك بس الروح يعلم كل شيء يخبركم بكل ما قلت حتى أعماق الله تصير خفايا قلب ظاهرة. أيوة. فخر ساجدا بالحقيقة. فلما قدمت له الرب قبل الرب على طول وصلى وبقى خادم. يعني أنا ما أقدرش لأعمل هذا التحول بالإقناع ولا أقدر أعمل هذا التحول مثلا بمناقشة الأديان،
لكن الروح القدس بيعملها كده. صح كده. يعني طبعا. الواحد تقابل مع ناس ملحدين كتير ومرضى كثيرين، احيانا بقى وانا بتكلم يقول الروح القدس يعلن في مرض هنا. مرة برضو تانية كنت بوعظ وطلع حدث من الأحداث 12 سنة يخبط راسه في الحيط وعامل دوشة في الاجتماع وهيبوظ الدنيا كلها. وبعدين روح الله أرشدني أني أنتهر الروح الشرير اللي عليه، الصرع اللي كان عليه. فصلينا إحنا والإخوة وطلبنا الرب وطلع عدد كبير من أرواح الشر. أبوه وأمه قالوا إحنا دخنا على الدكاترة والأطباء وما لقيناش علاج لمرض الصرع، وهدي هذا الحدث وامتلأ بروح الله وبقى يحب الرب ويحضر الاجتماعات في هدوء وسلام. فما لا نستطيع أن نفعله من الجسد، كان لديك معركة روحية في بيتك، إن كان لديك معركة روحية في العالم، إن كنت فشلت في كل شيء، الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. يمكن شايف أوضاع أنت مش قادر عليها، بتقول الابن بعد، البنت بعدت، الناس اللي حواليها اللي بحبهم محدش عاوز يسمع كلمة الرب. ليه محدش عاوز يسمع؟ لأن احنا بنحاول بالجسد نجذبهم، ولكن بالروح نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي. واللي ما نقدرش نقوله بنصلي لأجله. أيوه صحيح. يعني أحيانا أولادنا بيبقوا مش قابلين كلام لأن فيهم طياشة، لأن فيهم بعد، لأن فيهم فلسفة عالمية صعبة جدا. فاللي ما نقدرش نقوله لأولادنا أو نقوله لآخرين نقوله للرب عنهم. يا رب الولاد مش بيسمعوا الكلام، الأولاد عندهم عصيان، يا رب الجيران اللي جنبي دولة فعلا مضايقنا جدا جدا، احنا مش عارفين نتفاهم معاهم، مسببين لنا مشاكل وإزعاج. اللي ما نقدرش نقوله للي قدامنا نقوله للرب عنه، وبالتأكيد لما الرب هيتحرك مش هيقف حد قدامه، لأن هو الإله القادر على كل شيء. لكن إيه اللي بيمنع المسحة دي أسيس؟ يعني هنا حضرتك لما قريتي الجزء الأول من يوحنا الأولى صح الثاني، عدة عبارة بتتكرر عدة مرات، بيقول إيه؟ فليثبت إذن فيكم، دي أول مرة يثبت. تاني ثبات، إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء. اتنين بيقول كده، فأنتم أيضا تثبتون في الإبن وفي الآب. تالت ثبات. الحاجة الرابعة بيقول أيها الأولاد اثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل في مجيء. أربع أو خمس مرات الكتاب بيتكلم عن الثبات. هنا الثبات بيعني زي في الجيش كده لما بيجي القائد وكل واحد يقول له ثبات، بيرفع التحية وبيقف مكانه علشان يسمع التحرك القادم، هيمشي يمين هيمشي شمال هيروح فين، التحرك اللي عاوزه القائد مش اللي عاوزه أنا. فالثبات نعمة متبادلة، الله لا يغير رأيه، والله ليس بإنسان حتى تغير ولا ابن آدم حتى يندم. فعطية الله ثابتة وبلا عطاياه بلا ندامة. طيب إيه اللي بيخلخل الشيء؟ هو عدم ثباتي أنا. استأذنك يا القسيس، معنا الأخ مسعد من مصر. أهلا بيك يا أخ مسعد، تفضل حضرتك على الهواء. ألو أخ مسعد، سمعنا؟ الحقيقة احنا مش سامعينك. هو معانا على الخط؟ انتوا سامعيني كده؟ أيوة تفضل. بقول لكم الموضوع اللي انت بتقول عليه اللي هو المسحة من اجمل المواضيع اللي انا بحبها. بس هو السؤال، انا لما بصلي ممكن ما تجيش المسحة عليا، ممكن استعين بواحد يكون اعلى مني روحيا يحط ايده عليا ويديني المسحة؟ سؤال جميل. يعني لما احنا قرينا في يوحنا الاولى الاصحاح الثاني ده شامل كل الاعمار،
يعني الأحداث، الأولاد، الآباء، شيوخ. الكبار، الصغيرين. وعد الرب اللي جه في سفر يوئيل في الأيام الأخيرة، أيوة. أسكب من روحي على كل بشر. نعم. مالش على كل قديس ولا على كل بار. إحنا اللي بنعمل الفواصل، بنقول لا، هو فلان ده قام روحية أعلى، لما يحط إيده عليا أنا هاخد الروح القدس. لكن الوضع الكتابي بيقول الله يعطي الروح القدس بس للذين يسألون. يسألون. يعني إحنا أمين في وضع اليد، وفي الرسل كان في أوقات بيضع اليد، في وقت توضع فيه اليد. لكن في بيت كرنيليوس في سفر الأعمال بيقول لك وبينما كان بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين يسمعون. فما فيش أحقية للشخص ولا فضل لأي شخص، لا بزيت ولا بوضع يد، علشان يعني ننظر لشخص غير الرب ان هو وسيلة لمنح الروح القدس. لان الروح القدس هبة، يهب. ها، يهب الروح، ما قالش هيهب بوضع اليد ولا لازم حد قام روحية اعلى منك او كاهن او قسيس هو اللي يجي يدهنك ويحط ايده عليك. يعني في الكتاب المقدس حل الروح القدس يوم الخمسين، محدش حط ايده على التاني، لكن حل على كان الذين مجتمعين في العلية منتظرين الرب. لا بطرس حط ايده على يوحنا، ولا حد من التلاميذ ولا الرسل حط ايده على المجتمعين ولا على السبعين رسول، لكن حل الروح القدس على الجميع. فالكتاب بيعلمنا يعني كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا حسب. فكان بالحري الله الآب الذي يهب الروح. أول مكان بتيجي منه العطية الله الآب الذي يهب الروح للذين يسألون. ممكن يكون في وضع يد، ممكن، لكن مش شرط. يعني في ناس بتشترط أنه علشان تنال الروح القدس لازم حد يحط إيده عليك ويدهنك بالزيت ويكون في مكان أعلى. محدش في مكان أعلى من المسيح اللي هنتكلم عنه، رئيس كهنتنا اللي مسح الرب بزيت الابتهاج، ده أعلى رئاسة وأعلى سلطان، وهو اللي باركنا في الأيام الأخيرة بوعد أسكب من روحي. مالش أسكب عن طريق بولس، عن طريق بطرس، عن طريق وضع اليد، لا، ده سكيب مباشر وعطية مباشرة بلا استحقاق من اعتقاد انه في اي شخص قديس عنده الحق وعنده المنحة انه يمنح الروح القدس للآخرين، لان واهب الحياة هو الله، ونحن مملوكين لله وملك له، مملكة مقدسة، كهنوت ملوكي. عشان ايه؟ نخبر بفضائل الذي دعانا من الظلمة الى النور. الله لا يحتاج الى وسيط، هو دعانا بمقتضى ايه؟ القصد والنعمة. لا بمقتضى أعمالنا. فنعمة الله كافية أنها توصل عطية مباشرة بمجرد السؤال والطلب. ده صح. وطلب الإيمان. أنت رأيك يا أخت سلوى؟ رأيك إيه في الرد على السؤال؟ لا، هو فعلا أحيانا في ناس بتصلي مثلا لو خادم أو كده، ممكن يصلي في اجتماع صلاة أو كده، أو في يبقى في جروب خدام بيصلوا مع باقي أفراد الكنيسة ممكن. وممكن زي ما قال القسيس بوضع اليد، طبعا كل ده ممكن. بس فعلا الله يعطي الروح القدس للذين يسألونه. روح القدس هو روح القوة والمحبة والنصح. الرب يدينا نعمة نمتلئ من حضوره، نمتلئ من روحه، نمتلئ من مسحته. رب يسوع قال عن نفسه: روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني. هو الروح القدس امتلأ من الروح القدس. في حتة برضه أضيفها في الإجابة على الموانع للسكيب روح الله. الرب لما كان بيدي المسحة بيقول عنها لا يمكن أن تنسكب على جسد. يعني الحياة الجسدية، الجسد الذي يشتهي ضد الروح
والروح ضد الجسد ما بينفعش معاه المسح. فقال له تكلم بني إسرائيل لما تمسح هارون وبنيه وتقدسهم ليكونوا لي. بيقول تكلم بني إسرائيل قائلا يكون هذا دهنا مقدسا للمسح في أجيالكم. يعني الرغبة القلبية أنه إحنا نكون قديسين، لأنه ده اسم الروح القدس اللي بيقدس الكيان. فما ينفعش الواحد عنده رغبة في النجاسة أو في الشهوة أو في الخطية ويطلب ملء الروح. تاني حاجة بيقول يعني لا يسكب على مقاديره لا تصنعه مثله. يعني ما أقدرش أقلد عمل الروح القدس، ما أقدرش أقلد المواهب، ما أقدرش أصنع أعمال الروح القدس بصورة تقليدية. عاوز أعلي صوتي في الوعظ، عاوز أصطنع المواهب. بيقول له إيه؟ على مقاديره لا تصنعه مثله، مقدس هو. كمان المانع الثالث لسكيب روح الله، كل من ركب مثله ومن جعل منه على أجنبي يقطع من الشعب. فعاوز أقول لك يعني الرب النهاردة بيحذرنا، إن ما كنتش مولود ولادة حقيقية من الرب ومولود من الله ولادة تانية، يقطع هذا الشخص من الشعب. فعلا يعني زي ما الكتاب بيقول إن رعيت إثما في داخلي لا يستجب لي يا رب. فمش ممكن هتيجي مسحة على حياتي وأنا جوايا في لخبطة، مش ممكن. لكن على قد ما الروح القدس ممكن ينقي ويقدس في الإناء بتاع حياتي ويشكل فيه تشكيل خاص، على قد ما يتفرغ الجسم من الضعفات أو الإنسان من الضعفات في أعماقه، من عدم الأمانة، من أي شيء، من الإهمال في وسائط النعمة إلى آخره، هنا بيجي سكيب الروح القدس عليها. مش هيجي كده من الباب للطاق ويقول هيسكن الروح القدس، لما بنسلم حياتنا للرب يسوع فعلا ختمتم بروح بالروح القدس. فالختمة أو السكنة شيء، لكن الاختبار الأعمق هو الملء بالروح القدس، زي ما اتكلمنا في حلقة قبل كده مع الأسيس أليكس عن الملء بالروح القدس. لكن يحفظنا الرب في الموانع اللي تمنع المسحة أو تمنع الروح القدس إن ياخد راحته فيا، علشان يمنحني هذه المسحة. طب المسحة أو العناصر بتاعة المسحة دي بالزبط. كانت بتتكون من إيه في العهد القديم؟ وطبعا في العهد الجديد هو حلول الروح القدس. أمين. كل العناصر في العهد القديم كان ليها إشارات في شخص الرب يسوع. كان العناصر اللي هي بيتكون منها دهن المسحة فيها حاجتين بتحصل، فيها شفاء وفيها قوة وفيها تعزية وبركة. أستأذنك ناخد مكالمة يا حضرة القسيس. معنا الأخ جورج من كندا. أهلا بيك يا أخ جورج، تفضل حضرتك على الهواء. سلام الرب يسوع أختي سلوى. أهلا بيك. والأخ والقسيس أليكس. أهلا. أنا مشتاق أسمع صوتكم كثير، رغم أنه أنا أسمعكم دائما على التلفزيون. ربي يبارككم. أنا لن أضيف ما على ما قلتم سابقا، بس الحقيقة إن لم نحيا بالروح فنحن أموات، هذه هي الحقيقة. وأنا كنت بس بدي أقول، أنا قبل شوي كان في برنامج مع الأخ سمير كان يتكلم أنه أنا ما جئت ليكمل، ما جئت لأنقض، جئت ليكمل. وشرحت أنه هالسؤال أنا سألته للرب يسوع بالروح القدس، وفعلا أجابني وقال لي أنا، لأنه في العهد القديم كان يطبق جسديا فعليا كل الأشياء، أنه إن كانت دعارة، زنا، السرقة. أما نحن الرب قال لي مباشرة، قال الكل أخطأوا، مثل ما قال الكل أخطأوا وعوزوا مجد الرب، كذلك قال الكل أخطأوا وكسروا الوصايا العشر أجمعين. قال كيف يا رب أنا لم أقتل؟ قال هناك من قتل بكلمة واحدة تقتل أخوك الإنسان، ياما ناس ماتت من كلمة واحدة. يقول لك أنه أنا مثلا ما زنيت مع امرأة، لا، نظرت واشتهيت، أنا معبت أوتان
لعبة أوثان ولو مو أصنام، بس هناك أصنام كثيرة الإنسان يعبدها. وأنا ما بدي أطول العشرة الماتين كلها، فبدي أقول كلام مختصر أنه الرب يسوع، الرب يسوع بالروح علمنا ويعطينا. أنا بأيد أيديك وأيد الأخ أليكس أنه إيش ما بدنا نسأل الرب بالروح القدس يجاوبنا مهما كانت الأسئلة صعبة. هو لا يمنع الإنسان أن يسأل إنسان مختبر أكثر منه وعالم باللاهوت أكثر منه. وأنا أيده تماما، كثيرون من يقرأوا الكتب ولكن البصيرة غير موجودة. أيوة. ولكن الإدراك في بعض الأوقات يدرك أشياء تانية، عرفتي علي؟ يعني مش بدي أقول بعيدة، بس أحيانا لا توافق مع أحيانا المنطق حتى. أشياء كثيرة أنا سألتها بالروح القدس. وأختي سلوى بدي أقول لك شغلة من المعجزات والأشياء اللي تحدث معي وأخي أليكس، أحيانا لا أقول ما يحدث معي لكل شخص إلا إذا كان مؤمن حقيقي. لأنه المؤمن الغير حقيقي راح يستهزئ منك، وأغلب الأوقات ما بعرف تأيدني أو لا. أنا بقولها بكل الأحوال، بقول ما بخجل يعني، بس بلاحظ هالأشياء أنه بياخدوها للاستهزاء. أنا بس بدي أقول لك إذا ممكن صلاة خاصة للكرمة أنه تصلي صلاة خاصة، أنه الرب يفتح عيون الناس ويأتوا بكما يقول بالمساعدة ولو شهرية ومهما كانت طبعا. ولو $10 ولو يعني إيش حتى من $10. يس. إذا في عنا 1000 مقدم، 10 بتعمل $10,000. عرفت علي؟ أي. فأشكرك جدا، والرب يبارك اثنيناتكم، وأنا بحكم من كل قلبي. ربي يباركك يا أخي جورج. أمين. شكرا على كلامك الرائع. وفعلا يعني الكتاب لما قال لا تحبوا بالكلام ولا باللسان لكن بالعمل والحق. أمين. والكلام ده ينطبق علي أنا بالنسبة للرب، وينطبق علي في عمل الرب أيضا. لما أقول لشخص أنا بعزك، أنا بحبك يا فلانة إلى آخره، إن ما كنتش أظهر ده عملي، فالكلام اللي أنا بقوله ليس له أي معنى. أمين. ناس كتير بنسمع منها كلام حلو جدا جدا. ولسه كنت بتكلم مع أخت من الكرمة وبتقول لي إن ناس كتير بتتكلم وتطلب صلاة لكن ولا مرة فكروا يتبرعوا للكرمة. قالوا لها لا، إحنا لما ندي هندي الفقراء. قلت لها أنا كنت كده في يوم الأيام وقلت الكلام ده على الهوا في الفاندريزنج، وقلت زمان كنت يصعب عليا الفقراء قوي أكتر من الكرمة. قلت لهم بس الروح القدس فعلا زعل مني جدا وحزن جوايا جدا، وقال لي أنت يهمك بطنهم تتملي وفي النهاية يروحوا الجحيم، ما يهمكيش كيف أشبعهم روحيا وأنا متكفل بإشباعهم جسديا. قلت الكلام ده وهفضل أقوله، إن فعلا روح القدس وبخني أنا شخصيا من سنين طويلة. قلت له أنا أسفة، سامحني، خليني أحب بالعمل والحق، خليني لما أقول إن قناة الكرمة غالية عليا والبرامج دي برامج بتبنيني روحيا، أكون أنا ببارك الكرمة زي ما الكرمة بتباركني. شكرا ليك ولتعليقك يا أخي جورج. وإحنا في آخر الحلقة هنصلي لأجل قناة الكرمة، وفعلا هنخلي الروح القدس يقول لنا إيه اللي مفروض نعمله تجاه عمل الله. أنت مش بتدي للمبنى ولا للأشخاص اللي في المبنى، أنت بتدي للنفوس الغلبانة اللي بتهوي للجحيم كل ثانية، وبتقول لهم من هو يسوع الذي أحبهم ومات لأجلهم. والحقيقة يعني العطاء الكتابي للخدمة. نعم. العطاء الكتابي، لأنه قناة الكرمة خادم بيقول العالم كله عليه مصاريف كهرباء، مصاريف إرسال. والعطية الأولى اللي كانت بتبقى في بيت الرب في العهد القديم أيضا وفي العهد الجديد
بيقول لا تقم ثورا دارسا. يس. والفاعل مستحق أجره. ولما اتكلم عن الخادم الأمين اللي هو ايه مش بيقدم العلوم، يعني طبعا كويس ان الواحد يعطي الفقراء ويعطي المحتاجين، لكن العبد الأمين اللي الرب بيكافئه اللي بيقول لك عنه الكتاب يعطي العلوفة في حينها إلى عبيده، إلى خدام الرب. ترجمة عبيده هي خدام الرب. فإن كنا ننكر حق الرب في الخدمة وفي الصلاة وفي العمل الروحي اللي بتقوم به الكرمة، إحنا يعني الكتاب بيقول لك لا تبات تحذير إنك تبيت أجر العامل في اليوم إلى الغد، يعني تديله أجر يوم. قناة الكرمة بتصرف يوميا ألوف الدولارات على الإرسال وعلى الوصول. فالمرأة اللي سكبت قارورة الطيب عند قدمي الرب وانتقدها التلاميذ لأنها لم تعطي هذا المبلغ اللي هو يوازي أجر سنة لعامل للفقراء، ولموها أنها سكبت وكسرت قارورة الطيب، الرب قال أنتوا بتلوموها ليه؟ ووبخهم الرب، قال لأنها صنعت هذا لتكفيني. طبعا دي صنعته لأجل الصليب، لكي يكرز أنه في وقت الضغطة وفي وقت الألم وفي الصليب في حد أكرم الرب. والقارورة الطيب اللي حطتها دي اللي بتفوح منها رائحة الطيب، بدل ما تحطها في جوازها وفي عرسها حطتها في العريس الحقيقي، علشان طبعا الرب قام منتصرا أوجاع الموت. لكن حينما ذهب إلى الصليب وحينما ذهب إلى القبر كانت مازالت رائحة الطيب تفوح منه، رغم الضربات، رغم الأوجاع، رغم المر، رغم الخل، لأنها وضعته على جسده. فما نضعه لأجل توصيل رسالة الصليب ولكي تفوح رائحة المسيح الزكية في العالم كله، مع احترامي للعطية الفقراء والخدمات وكل الحاجات دي اللي بتقدمه لأجل البشارة بدم يسوع وصليب يسوع، يفوق في ثمنه أي عطية أخرى، لأن العطية كانت مقدمة لرئيس كهنتنا الرب يسوع عشان حد يحط رائحة الكفن أو تفوح رائحة الطيب في وسط الموت. هي حلوة الكلام عن المسحة يا أسيس، لما يعني في مكالمات بس هقول الجملة دي، قبل ما تقدم عشورك لازم تسأل الروح القدس، لازم قول له يا رب أنا العشور بتاعتي كذا، أنت عايزني أعمل فيها إيه؟ لازم تاخد من الرب رأسا، هيقول لك حط المبلغ ده للفقراء، حط المبلغ ده هنا للكرمة، حط المبلغ ده في المكان الفلاني للكنيسة إلى آخره، بحيث أن أنت تكون بتتحرك بحسب إرشاد الروح القدس وعارف أنت بتتحرك صح. اوعى العواطف بتاعتك هي اللي تقودك، اوعى تفتكر أن الله اللي بيقود الطيور هينسى أولاده الفقراء، اوعى تفتكر، لأن هو مسؤول عنهم، لأن هو الخالق العظيم الذي يهتم بنا. خلينا ناخد الأخ عماد من مصر. أهلا بيك يا أخ عماد، تفضل حضرتك على الهوى. أخ عماد سمعنا؟ أخت ناردين معانا، أهلا وسهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهوى. نعم. ألو؟ أنا حين سامحة بقولني حاجة، عشان كان في حاجة كده دوش كده. تفضلي يا ناردين احنا سامعينك. أنا معاك. تفضلي يا حبيبتي. ناردين سامعانا؟ ألو؟ أيوه تفضلي. أيوه حبيبتي. عايزة أقول لك على حاجة يا أخت سلوان، عايزة أقول لكم ثلاث البوت الصلاة مهمين جدا جدا جدا. أول صلاة بيقول لك لعودة فتياتا عن مال يزيد، ده عندنا في مصر يعني، ومعكسات الفتيات
يقول لك يعني البنات اللي يعني خطف البنات ومعاكس البنات اساسا حتى في السيدات كانت بس عن طريق الفيسبوك يعني او على كل حتى لو كان اساسا لا الايمو اساسا يعني ماسنجر. تاني رساله بيقول لك عايزين نحرم بجد المشاكل في الحرب الروسيه والاوكرانيا اساسا وبالذات اللي بيحصل في ليبيا والمغرب يعني كمان والثوره ده وفي الحرب ده في السودان. الحل كمان في المشاكل المال يعني في الازمه الاقتصاديه حكومه بقى في مشاكل المال. بيقول لك يعني الدولار واليورو بيكسب ما بين الدولار امريكا وكندا يعني واستراليا. شكرا يا ناردين، ميرسي يا حبيبتي. احنا هنصلي لاجل كل الحاجات دي في اخر الحلقه، واحنا بنصلي باستمرار لاجل الظروف السياسيه في العالم كله. معانا الاخ فوزي من المنصوره، اهلا بيك يا اخ فوزي، اتفضل حضرتك على الهواء. اهلا بيك الاخ اليكس والاخت سلوى، ربنا يبارك في خدمتك يا رب الى ابد الابدين امين. ربي يبارك فيك، ربنا يبارك فيك يا رب ويديم محبتكم. انا ليا طلب صلاه لزوجتي، هي الوقت في العنايه المركزه من حوالي 4 ايام يا ياسر، نتيجه اصابتها بجلطه رئويه وجلطه بالقلم مع كانسر بالعظم. يا رب يسلم. الف سلام. عايز تقول اسمها؟ اوه فقدنا الاتصال يا اخ فوزي، هنصلي لها. نرفع مدام الاخ فوزي بين ايديك يا سيد الرب. باسم يسوع. وكل مرضى العنايه المركزه يا رب، مرضى كثيرين يا رب بالسرطان طلبوا الصلاه لاجلهم. لكن يا رب ترسل روحك تجدد وتخلق وجه الارض، اشفيها يا رب من السرطان ومن الجلطه. ارسل عمل روحك يا سيد الذي يستطيع ان يخلق الكل من جديد، خالق كل الأشياء بكلمة قدرتك. اخلق حياة جديدة، صحة جديدة، إن كان الجسد كله ضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت، لكن نثق يا رب إن زيت الروح القدس يعصب ويلين وينتهر السرطان ويعطي حياة ويعطي قلب جديد ويزيل الجلطات ويصنع آيات وعجائب فوق ما نطلب ونفتكر. آمين أمين أمين. ربي يتمجد معها يا أخ فوزي، ونسمع أخبار حلوة عن شفائها في اسم يسوع. معلش في مكالمات بتقع على الخطوط، إذا انتظرت دقيقتين ولا حاجة فعودوا الاتصال بينا لو فيها تعب. شكرا لكم. معنا الأخ عماد من مصر، أهلا بيك يا أخ عماد، تفضل حضرتك على الهواء. اهلا بحضرتك الاخت سلوى والجسيس اليكس، الرب يعيدكم بالقوه. يباركك الرب. اهلا بيكم. موضوع الحلقه رائع النهارده، فعلا محتاجين الايام دي النفوس تعرف ان روح الله يقودها، اعلمك ارشدك الطريق التي تسلكها، انصحك عين عليك. محتاجين نقول مع كلمات الكتاب في انجيل يوحنا، واما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق، لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور اتيه. محتاجين الايام دي ننتفض مسيحيه اسميه فعلا اغتسال، وحالتها تحزن، النفوس ما تعرفش اي حاجه على روح الله، بالعكس ده ناس عايشه مسيحيه اسميه وعايشه في تشرب مخدرات وعايشه بتشرب تدخين بالتدخين والامور دي. محتاجين الرعاة يقوموا، ننتفض ننادي بالمسيح في خلاص ايام اخيره بنعيشها، ساعه فعلا نستيقظ من النوم، الرب جاي، الرب قريب على الابواب. وعايزين نقول لكل العالم شخص المسيح فاتح ايديه، زي ما بيقول كتاب الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. هو فاتح ايديه وما زال بيتأنى، بيقول من يقبل الي لا اخرجه خارجا. النفوس ترجع للحق الكتابي، كلمه المسيح هو الطريق والحق والكتاب، هو الطريق والحق والحياه. محتاجين ننتفض في ايام اخيره نعيشها، وطول ما احنا في العالم نشهد عنه ونكون مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء بوداعة وخوف. الرب يباركم. رب يباركك يا أخ عماد، فعلا محتاجين للقوة، محتاجين للمسحة، محتاجين ان الروح القدس يكون بيملى حياتنا وكل فراغات جوانا، علشان على قد ما انا اخد من الرب
على قد ما أعرف أدي، على قد لما أدي أقدر أدي بقوة، لكن لما بتكون حياتي باهتة وبيبقى ذهني ساعات مليان ومشحون معلومات، أحيانا كتير بنحب ذهننا يا أسيس يبقى مليان معلومات ومليان تفسير، وابقى فرحان قوي أو فرحانة قوي وأنا وده بيرمز إلى كذا وده معناه كذا وده 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 وده، لكن جوايا أنا فاضية، دي مشكلة كبيرة يعني. صحيح. بس لما أكون يعني يبقى المؤمن أو المؤمنة قلبا وقالبا، نعم، ملك للروح القدس، هيبقى كل حاجة بيقولها وبيوضحها من تفسير ومن آراء ومن أفكار ومن أمور روحية منقادة بالروح القدس. فهنا بيجي الثمر. أمين. صح. هللويا. أمين. قلنا أنواع لا ما فيش تليفونات حاليا. المر أول مادة هي المر القاطر، والمر ده كان أحد الهدايا اللي جابوه للرب يسوع في ميلاده المجوس. والمر ده في عدة يعني إشارات، هو بيخرج من أشجار معينة من تلقاء نفسه بجرح الشجرة أو بشرط السكين، وده إشارة إلى جروح الرب يسوع اللي بحبره نحن شفينا. فالمر ده الرب رفض أن يستعمل المر أو الخل تخفيف ألامه، لكن المر ده أيضا يعني كان يستعمل السيدات والبنات لما تقول سرة المر حبيبي لي، كانوا يحطوا المر ده في سرة ويحطوه في جسدهم كده من خلف الهدوم، وتطلع منه رائحة عطر زكية جدا تشير للألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. فكمان يعني ده رائحة المسيح الزكية، لكن عمل المر في الطب أو في الدواء هو لتخفيف الألام والتسكين. معانا الأخ وجدي من السويد، أهلا بيك يا أخ وجدي، تفضل حضرتك على رب معاكم. أنا اسمي وجدي. أهلا بيك. من السويد. أهلا وسهلا. أنا بدي أطلب طلبة صلاة لأخي، أخي مو مؤمن وبيكفر كتير، بيكفر وأنا بتضايق كتير عليه وما في بركة بحياته، يعني طبعا مدمر على الآخر، وهو بعده يعني بعده مصمم على أفعال الشر. الرب يجيب أخوك دي، يعني اللي جاب شاول الترسوسي في عناده وفي رفضه، الرب يقدر يجيبه. نشكر الله. كل مصيبة تيجي أكبر من الثاني، كل مصيبة تيجي أكبر. ما بيحتاج. ما تضايقش نفسك. عايز تقول اسمه؟ أول اسم من اسمه؟ اسمه ألان. اسمه ألان. ألان؟ ألان. ماشي. أنصلي. بص ما دام في صلاة وفي طلب الرب، مش عاوزك تكون متضايق ولا حزين، لأن دي الغلبة اللي بتغلب العالم، إيماننا ثقتنا في الرب. يا رب احنا بنتحد مع الأخ وجدي لأجل أخيه، ويا رب أي كافر أو ملحد بيشاهد، يا رب احنا ما نقدرش نغير حد يا رب، لكن بنثق إن عمل روحك القدوس يا رب، يا رب يستطيع أن يغير ويخلق وجه الأرض من جديد. يا رب أن تنسكب محبة الله بالروح القدس في قلب ألان وتعطي يا رب قلبا جديدا تخلق فيه، يا رب وروحا جديدا تجدد في أحشاء. يا رب نحن نصدر أمر في الروح القدس الآن أن تذهب إليه بزيارة خاصة تغير قلبه وعقله يسوع وتفكيره باسم يسوع، ويعرفك أنت الإله الحقيقي باسم وحدك يسوع، ويسوع المسيح الذي أرسلته. يا رب أنت إله الأمانة عظيم الصنيع، أيوة ما لا نستطيع أن نفعله في الجسد أنت تفعله في الروح، أيوة الذي يفحص كل شيء حتى أعماق الله. اذهب إليه يا سيد الرب يا رب بزيارة من الروح القدس، أيوة تغير قلبه وعقله ونفسه وتأتي به إلى الحياة الجديدة باسم يسوع. أمين يا أخ وجدي، رب صالح جدا. ومرة سمعت خادم، أنا مش عارفة ما مدى صحة الفكرة اللي قالها الخادم، إني ولا شخص بنصلي له
هيروح جهنم. الكلام ده صح يا أسيس؟ لأن الرب أدام إحنا صلينا له فحيفتقده بطريقة أو بآخر. أمين. يعني إحنا ما بنقدرش نقيس أفكار الرب، لأن هو طلب كتير لأجل أورشليم وقال كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع الدجاجة فرخ وأنت رفضتي. الله لا يعدم وسيلة طبعا. وبيستخدم كل الوسائل وكل الطرق، لكن قالوا له اذهب عنا بمعرفة طرقك لا مصر. فالله مش بيغير إجباري ولا بيغير غصبا عن الواحد. فللأسف يعني الرب مع أورشليم اللي قال داركم تترك خرابا، أغلبهم تركوا في القفر، بأغلبهم لم يصر الله. أنا مش بحبط الناس ولا بفشلك، لكن أنا باخد دور اللي عليا كمؤمن، بصلي وبطلب الرب، لكن لو تركوني أنا ينبوع المياه الحية وحفروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء، أنا مش ملزوم والله مش ملزوم بالنتائج لو الإنسان أصر على عناده أو رفضه. باسم يسوع إن شاء الله. أمين. الرب يستجيب الصلاة ويفتقد أخوك ويتمجد معاه وتفرح بعودته للرب، وخليه يشتم فيك رائحة المسيح الزكية في اسم يسوع. معانا الأخت نوال من نوارة من القاهرة. أهلا وسهلا بيكي أخت نوارة، تفضلي حضرتك على الهواء. اهلا بيك. مساء الخير يا اختي سلام. مساء الخير يا اختي. اهلا اخت نوار. سلام المسيح معاكم. سلام معاك يسوع. يا حبيبتي. انا عايزه بس رساله لابني. انا اتصلت كذا مره، ويعني ابني ابانوب مكرم يعني من سنه 2021 كان في شغل في العاصمه الاداريه، وبعد كده جات لي حساسيه مزمنه في الجيوب الانفيه فبقى ينزف دم. فطبعا قالوا لي لازم يعني عشان خاطر المكان فيه تراب لازم تسيبه. ومن يومها بقى يقدم في الشغل بقى يتوقف، يقدم في الشغل يتوقف، يعني ممكن يشتغل شهرين شهر ويبطل. فانا عايزه اطلب الصلاه اللي بعدي. اسمه ايه؟ مكرم؟ كرم؟ ابانوب مكرم. ابانوب ابانوب ابانوب. يا رب احنا بنرفع ابانوب بين ايديك يا سيد الرب. يا رب. وزي ما اوقفت النزيف عن المراه نزفه الدم، نثق يا سيد الرب انك تلمس الانف والحساسيه وكل انواع النزيف وتعطيه يا الان يا سيد الرب ان يقف النزيف ويشهد بكم صنع به الرب ورحمه. نؤمن يا سيد الرب بقوه الهيه سماويه تلمس ابانوب مكرم وتعطيه رب شفاء كامل من الحساسية وتمدد الأوعية الدموية وتأثيرها والنزيف. آمين آمين آمين. رب يتمجد معايا أخت نوارة في اسم يسوع يتنازل لي. معنا الأخ ثروت من مصر. أهلا بك يا أخ ثروت، تفضل حضرتك على الهواء. أهلا وسهلا بيك. ازيك يا أخت سلمى؟ أهلا وسهلا. ربنا انا بارك حياتك ويديك الصحه وتكوني كده حاجه كبيره كده. ربنا يباركك يا رب. ربي يباركك. ليه طلب الصلاه؟ اوكي. ليه طلب الصلاه لاولادي؟ انا عندي بصي عندي ثلاثة اولاد كل واحد له مشكله، وعايزك تصلوا لي للواد الصغير. احنا حاطينه في حياتي يعني في الايام دي في صوم وصلاه، عايزين نكشف الرب اذا كان ده مرض او اذا كان ده حاجه لمسات من الشيطان، يعني حد يحطينه خلال الأسبوع ده. وعند الواد الثاني معاه مشكلة، يعني واحدة مش كويسة يعني بتضلله، ويعني جذبها ليها كده بطريقة مش كويسة. وعندي بنتي محتاجة تتجمع يعني وراءها متوقف على الحياة. طيب ممكن توضح أكتر إيه مشكلة الابن الأصغر؟ أخسرت الابن الأصغر. ممكن توضح إيه الابن الأصغر؟ الابن الأصغر يعني إحنا بنديله حاجات للاكتئاب والوسواس والاضطراب الاجتماعي، والبعض يعني يقول لك ده ممكن الكليه السرديه. يعني إحدى الأسس من الكنيسة الإنجيلية اتحدنا وقلنا نكرز خلال الأسبوعين اللي فاتوا دول بحيث إن ربي يظهر لنا إذا كان ده خلاص، اذا كان حاجه من الحاجات الثانيه الشيطانيه الرب يعني يتمجد. طيب بص يا اخ ثروت،
عاوز أسألك سؤال شخصي لو سمحت، هل البيت فيه مذبح عائلي بتجتمعوا مع بعض تصلوا تقروا كلمة الله تطرد كل روح شرير؟ لأنه المسيح هو رأس الرجل والرجل هو رأس البيت والعائلة، فلو الرجل بيجمع أهل بيته بيصلي معاهم بيطلب الرب بيدرس كلمة الله، البيت بيبقى مبني على الصخر، لما بتأتي السيول وتسقط الأمطار وتيجي الهجمات يقول البيت على الصخر شخص الرب يثبت. فهل بتاخد دورك كأب في أنك تجمعهم للصلاة ودراسة كلمة الله وتشجعهم تحط إيدك عليهم تطرد أي روح شرير، ولا مفيش الأمر ده؟ بص يا جناب القسيس، هي القصة إن بص كل يعني في مشاكل، يعني مشاكل زي ما تقول يعني مشاكل ضربات شيطانية، ولينا يعني 8 سنين في الموضوع ده، وأنا بتواصل مع كنف الكرمة مع أحد يعني الخدام اللي بيقوموا بيه بالصلاة من مدة كبيرة، لكن هم كل واحد متجه يعني كبار في السن في العشرينات والـ24، طبعا كل واحد عشان مشكلته مش محلولة. فيعني أعرض عليهم الأمر أخونا الحبيب الأخ ثروت، لأن هذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصلاة. لما كويس انه ناس تصلي معاك وتصلي لاجلك، بس لما العيله يعني هم بيمروا بمشاكل مختلفه وبتجارب متنوعه، صارحهم انه الموضوع ده محتاج انتوا كعائله تقعدوا قدام الرب. دخل يعني انفتح احد الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معه. اذا كان الرب على المائده والرب في وسط البيت فلن يتزعزع. في وسائط نعمة كتيرة، الكنيسة نصلي مع حد نجيب مشيرين، لكن ده مش زي قوة أن الله يكون في الوسط، وسط البيت ونعم. فأنا عاوز أصلي لك أخ ثروت أن الرب يدي نعمة أولا أنكم تجتمعوا كبيت وكأسرة قدام الرب، وده مفتاح البركة وخروج عدو الخير. يا رب احنا بنشكرك لأجل أخ ثروت، وبنشكرك لأجل الأبناء والبنات، وبنشكرك يا رب لأجل عمل النعمة الإلهية أنه بيلجأ إليك في الكنيسة وفي الكلمة لخروج عدو الخير. أنا بصلي يا رب أن كل بيت منهدم وكل بيت منكسر تخلق فيه مذبح عائلي، وتكون أنت يا رب في البيت المبني على الصخر، وتكون أنت في الوسط وحوالين البيت، لأن ملاك الرب حل حول خائفيه وهو ينجيه. أعطي يا رب أثورتي في المحبة وسلطان محبة الله أن الأخ ثروت وكل أب وكل أم يقدروا يجمعوا البيت حوالين المسيح. صح، بيبدو أنه أصعب شيء بالنسبة لعائلات كتير بسبب الخطية، التمرد، عدم الرضا، لكن يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، أنت طريق النجاح، أنت طريق السلام، يا رب أنت طريق الحياة الأبدية، والحاجة هي إلى واحد، إلى شخصك. أمين. اسم يسوع. رب يتمجد معاك يا أخ ثروت، كمل صلاة وإعلن سلطان الرب يسوع اللي فيك، وإعلن المسحة على البيت لطرد كل أعمال إبليس من البيت. هتقدر بعد كده تتحكم في الباقي في اسم يسوع. ممكن ناس يصلوا معاك يصوموا معاك وتعلن سلطان المسيح على البيت، والرب فعلا يديك نصرة مع أولادك الثلاثة في اسم يسوع. معانا الأخت مريم من كاليفورنيا. أهلا بيك يا أخت مريم، تفضلي حضرتك على الهواء. أيوة يا أختي، أنا طالبة طلبة صلاة ربنا يديني تعزية وسلام عشان فقدت ابني حبيبتي صحت عنده 24 سنة. بصلي عشان أخو الصغير كان متعلق بيه، مأثر على نفسيته يا يسوع، مأثر على سلوكه، وبصلي دي تعزية لإخواته البنات إن ربنا يدينا تعزية حبيبتي. أمين. ربي يسندك، ربي يعزيك، ربي يعزيك، ربي يعوض كل فقدان في اسم يسوع. يا رب احنا بنصلي يا رب لأجل أخت مريم وكل أسرة وأخ وأخت فقدوا غالي أو عزيز، لا نستطيع أن نعزي بالكلمات ولا نستطيع أن نعزي من أنفسنا، ولكن إله كل تعزية وإله كل بركة.
الذي وعد أن يرسل المعزي الروح القدس الذي يمكث معنا ويدوم فينا. صلى يا رب أن المعزي الروح القدس يزور الأخت مريم وابنها وأهل بيتها يا رب. حتى تكون التعزية يا رب مش باللسان ولا بالكلام لكن بروحك المعزي. نشكرك يا سيد الرب لأنك قلت لا أترككم يتامى لكن أرسل فعلا يا رب المعزي الروح القدس. هو الله الذي يمكث معنا في الضيقات وفي الأزمات. هو الله الوحيد الذي يستطيع أن يعزي كما قال عبدك حتى بالتعزية التي نعزي بها كثيرين. يا رب نصلي لك لاختبار تعزية في كل فقدان وفي كل حرمان بعمل روحك القدوس المعزي. آمين آمين آمين. يا أخت مريم يسندك الرب، يسندك يا حبيبتي ويعبر بيك الأزمة دي ويديك نعمة خاصة أنت وكل أولادك في اسم يسوع. هنكمل صلاة لأجلك، ربي يتحنن عليكم. معنا الأخ كمال من أمريكا، أهلا وسهلا بك يا أخ كمال، اتفضل حضرتك على الهواء. سلام يا أخت سلوى وسلام لجناب الأخ كمال، ربي يبارك. يعني معلش عايز أخذ رأيكم في حاجة يعني أعتقد أنها مهمة في الأيام دي، وقولولي أنا غلطان ولا مش غلطان. يؤسفني جدا أن كلنا عارفين أن النهاردة للأسف الشديد في جميع أنحاء العالم يعني فيها ارتقاط كتيرة وفي كلام بتتكلم كلام مش كويس أبدا على الكتاب المقدس وعلى شخص الرب ذاته. سمعنا كل الحاجات اللي هي الكتاب الأول 11 شابتر من سفر التكوين ده يتشال، ومش عايز أقول يعني كلنا عارفين إيه اللي يتقال. وفي ناس المفروض إن هم مقامات كبيرة في الكنيسة يعني بيشتركوا في العمليات ده، سواء عن كتابة كلام مباشر أو كتابة كتب بتتعرض في السوق. فالسؤال بتاعي محدد جدا. أنا شخصيا أعتقد أن لما يكون في إنسان بيرتكب خطية اللي أنا بسميها خطية جسدية، يعني مثلا راح في يوم من الأيام كان دخل بار وخرج بشكل مش كويس، دي اسمها خطية جسدية. إنما الخطية الكتابية اللي هي تشكيك في مصداقية وعصمة الكتاب المقدس، الشخص الإنسان اللي أنا شفته خارج من بار الحقيقة ردي على نفسي هو إذا كنت أنا بلا خطية أرمي أولا بحضر ومش هتكلم عنه. إنما لما يجي واحد ويشكك لي في عصمة الكتاب المقدس ويقول تعديات غير عادية على شخص الرب، رأيي إن أنا مش بس من حقي، بالعكس ده من واجبي إن أنا أقول اسمه علشان أعرف الناس بيه. يا ترى أنا صح في مفهومي ولا غلط؟ شكرا جزيلا. شكرا ليك يا عزيزي. شكرا أخونا الحبيب. السؤال ده سؤال دقيق يعني، وده مش من دلوقتي بس، ده من الكنيسة الأولى كده. أنا فاتح قدامي رؤيا يوحنا اللاهوتي الأصحاح الثالث. فعلا الرب كان بيكتب رسائل محددة إلى ملاك أو أسيس الكنيسة، زي مثلا ملاك كنيسة التي في سردس. وبنسبة عمل روح الله، روح الله زي ما قلنا اللي اتكلمنا عنه في يوحنا الأولى الأصحاح الثاني بيقول والآن في أضداد للمسيحيين كثيرين. فهل الروح القدس عرف هؤلاء الأشخاص؟ بيقول كده ملاك الكنيسة التي في سردس هذا يقوله الذي له سبعة أرواح الله والسبعة كواكب، أنا عارف أعمالك أن لك اسم أنك حي وأنت ميت. بيقول له أذكر كيف، رسالة شخصية جدا، كيف أخذت وسمعت واحفظ وتوب، فإن لم تسهر أقدم عليك كلص ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. كمان الرب عشان يعرف الخطايا دي بالاسم بيقول له في عدد 4 بيعرف أسماء الخطاة، لكن بيقول له عندي أسماء قليلة في سردس. يعني الرب عرفتك باسمك أنت لي، لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيض ولن أمحو اسمه من سفر الحياة
وسأعترف باسمه أمام أبي وملائكته. فهنا يعني بس عشان وقت الحلقة بستخدم كنيسة سردس بالأسماء. الرب عارف أسماء المقدسين وأسماء المنجسين وذكر أسماء. فلو أنت حس أن الروح القدس بيقول لك تقول الأسماء مش خطية. ليه؟ لأنه ضد المسيح الكثيرين. يعني بولس كتير بيذكر الأسماء، مثلا بيقول اسكندر النحاس ده اسم أظهر لي شرورا كثيرة يجازيه الرب حسب عمل. ذكر ديماس وقال ديماس قد تركني إذا حب العالم الحاضر. وقال كثيرا كثيرا ممن كنتم أذكرهم لكم أذكرهم الآن. أذكرهم لكم يعني الأسماء اللي كنت بقول لكم عنها أذكرهم الآن باكيا، الذين هم أعداء صليب ربنا يسوع. فبالنسبة لذكر الأسماء اللي هو ضد التعليم وضد المسيح مش خطية، لأنه ممكن نستغرق في الموضوع ده حلقة بحلقة الشرح. احنا هنصلي لأجل الناس دي فعلا، وده شيء كان كتير خالص في أيام الرب يسوع. وطبعا أشهرهم كانوا الكتبة والفريسيين اللي كانوا باستمرار واقفين قصاده. طيب أحبائنا المشاهدين، هنطلع فاصل نسمع في ترنيمة ونرجع ناخد باقي مكالماتكم وطلبات الصلاة بتاعتكم ونكمل صلاة لأجل حضراتكم. ابقوا معنا. وأصلي كمان
علمني ازاي احب عدوي واصلي كمان للي جرحني. مبارك اسم الرب. والمسحة تعلمكم كل شيء. الرب يدينا مسحة خاصة من عنده علشان نقدر نقعد قدامه ونفهم الحقيقة ونفهم المكتوب ونقدر نرد على أي حد بيتكلم معانا بمسحة وبسلطان قوي ما يقدروش يقوموه. ولو قوموه فالكتاب بيقول إن استهزأت فأنت وحدك تتحمل. رب يحفظ كل زوينا من الاستهزاء بكلمة الله العظيمة الثابتة بثبات السماوات والأرض. أهلا بيك مرة تانية أسيس أليكس. الرب يباركك ويبارك الموضوع الرائع اللي الروح القدس حطه على قلبك. رب يبارك. وعايزين نكمل باقي يعني عناصر المسحة علشان نلحق نخلص. أمين. كنا نتكلم عن المر اللي بيشيل آلام المسيح لكن بتفوح منه رائحة عطر جميلة جدا. في نشيد الأنشاد الأصحاح الخامس عدد 2-5 أيضا بيقول كده الكتاب عن يدي الرب يسوع، يداه تقطران مرا مائعة وأيضا سرة المر حبيبي لي. فالسرة اللي كانت بتسرها السيدات في الوقت ده وتضعها في الداخل وتفوح منها رائحة جميلة جدا، دي بتشير إلى أن كلمة الصليب عند الهالكين جهل لكن عندنا نحن المخلصين قوة الله للخلاص. على الصليب صلبنا الشهوات، على الصليب صلبنا الخطية، على الصليب قمنا وأقمنا معه في السماويات. أيضا بيقول أتيت لتكون ليهم حياة وحياة أفضل في يوحنا الأولى 10:10، دي معاني الصليب وخروج الرائحة الطيبة في يوحنا 15:3. كنيسة سمرنا، كلمة سمرنا جاية من المر، فيها المر، كانت تعني كلمة المر، لكن كنيسة كانت تتفاعل مع المخلص وتفوح منها رائحة طيبة جدا.
ورائحة المسيح الزكية اللي بتخرج منها. والمادة التانية اللي كانت في دهن المسحة هي القرفة العطرة اللي بنقول عنها بالإنجليش سويت سينامون، رائحة عطرة جدا، والريحة دي يعني مرغوب فيها وليها نكهة طيبة. وبنحصل على القرفة بنزع القشور من الشجر، فبتموت الشجرة وبتنزل هذه المادة الإشارة إلى محبة الرب. كلمة قرفة في العبرانية في اللغة العبرية أو اللغة الأصلية مشتقة من كينا مين، يعني زي سينامون بالإنجليش اللي احنا بنقولها. وكلمة كينا تعني غيور، وكلمة مين تعني هيئة أو مظهر خارجي. وده اللي مظبوط عن الرب يسوع اللي هو قال غيرة بيتك أكلتني، غيرة مقدسة وطرد التجار، زي ما أخونا اتكلم عن قضاة المسيح إن احنا كل علو يرتفع ضد معرفة الله بنرفضه. وقال غيرة بيتك أكلتني. المادة التالتة اللي هي قصب الزريرة أو سويت كلامس بالإنجليش، مادة القصب دي بينمو هذا النبات في استقامة وطويل، إشارة للرب يسوع الذي قال من منكم يبكتنا على خطية. وقصب الزريرة هذا بنحصل عليه، كلمة زريرة من زرائر، يعني ذرات أو زرائر بتعني إيه؟ أطياب، أحلى الروائح. وهنا بنجد أنه في نشيد الأنشاد 42 وفي حسقيال كلمة القصب هذه بتشير أيضا إلى قصبة القياس. الرب بيقيس لنا مقاييس، يعني مياه إلى الكعبين، ثم مياه إلى الحقوين، ثم نهر السباحة لا يعبر. فلما بندخل بالروح القدس في قصب الزريرة أنت بتدخل في قياس القصب. دايما القصبة كانت تستعمل في القياس في العهد القديم، فأنت تدخل في القياسات الإلهية، المجد اللي اتكلمت حضرتك عنه في بداية الحلقة، الذي لا يعبر عنه ومجيد، وما لم ترى عين وما لم تسمع به أذن ما قد أعد الله. فلما بنترك حياتنا للروح القدس وقصب الزريرة أو اللي هو الزرائر الروائح الطيبة والأعماق التي أخذنا فيها الرب، يصير ورق الشجر لشفاء الأمم. حتى الحاجات اللي بتتساقط واللي ملهاش قيمة يستخدمها الرب للشفاء. المادة الرابعة اللي هي مادة السليخة، ودي جاية من السلخ، وقشور النبات ده كانت بتسلخ علشان تطلع منها رائحة نفاذة وقوية، ودي كانت في تجارة سور، وكان أيضا تشير إلى يعني العالم الذي، لأن سور بتشير إلى العالم وتجارة عدو الخير، لكن أيضا يشير إلى إله السلام الذي سحق الشيطان، جرد الرياسات والسلاطين. فإحنا بالروح القدس رغم كل تجارة في العالم وأخبار سيئة، وتجارة العالم بالأخبار المزعجة اللي حوالينا اللي بنسمعها كل يوم، لكن محبة الرب على عود الصليب سحقت هذا العمل. آخر حاجة اللي هو الزيت، اللي هو زيت الزيتون. والزيت كان معروف أنه يستخدم في الطعام، زي قصة أرملة صرفة صيدا اللي قالها هاتي الأوعية، هاتي الأوعية ولا تقللي، وأعطاها الرب نعمة أنها تجمع كل الأوعية الفارغة من حولها وتمتلئ، ويصير في زمن الجوع طعام. عشان كده احنا مش بنخاف من أزمات اقتصادية ولا بنخاف من ارتفاع أسعار، لأن الرب عنده أواني لا تحصى للبركة. أيضا يستخدم زيت الزيتون في الإضاءة في مثل عذار الحكيمات، اللي لما الرب دعانا إلى العرس يرجع ويجد لعله ويجد الإيمان على الأرض هذا الزيت. وبعدين الزيت أيضا في المسحة بنصلي، إن بيقول أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة ويدهنوه بزيت، وصلاة الإيمان تشفي المريض. فالإيمان اللي مقترن بمسحة الروح القدس يشفي السرطان، يشفي الأمراض. وكان يستعمل أيضا في الأفراح،
معالجة الجروح نمرة 4 في أشعياء 1-6، ومثل السامري الصالح اللي وجد الإنسان الملقى على قارعة الطريق وضع على دبته ودهنه بزيت وأخذه إلى المستشفى، وزيت الزيتون أو مسحة الملوك ورؤساء الكهنة وبعض الأنبياء ما كانش حد يقدر يدخل الخدمة ولا يمارس أي عمل، لا تسبيح ولا ترنيم، بل كل عناصر الخيمة وكل عناصر الخدمة كان لابد أن تمسح بالزيت وتتقدس. الزيت ده مسحة الزيت أو مسحة الأدهان المقدسة دي اللي عملت الفرق، لأنه الشعب كان بيحمل تابوت عهد الرب وكان بيحمل خيمة على الأكتاف، فكان كل جزء مغلف بالمسحة يفتح أسوار أريحة، ينتصر على المقاومات، ينتصر على 7 شعوب أقوى، على العمالقة. فعشان كده يعني إنسان الروح الوديع الخفي اللي هو فينا بالروح نستطيع أن ننتصر. ناس كتير عايشة في آلام، مش لاقي شغل، مش لاقي عمل، مش لاقي كفاية حياته، ولكن روح الله كان بينقل نقلات في حياة الشعب غير عادية. استطاع أن يخرج بيه من أرض مصر العبودية، لكن عشان كان يدخل أرض الموعد لابد أنه كل شيء يمسح بالزيت. فالزيت يعني لما داود كان صبي صغير وما كانش في إيده غير المقلاع وكان راعي غنم، تحول إلى ملك عظيم واستطاع أن ينتصر انتصارات كثيرة. شاول أيضا الذي كان يبحث عن الأذن الضالة وكان ضائعا، قال تكلم الرب في قلب صموئيل وقال له هيجي لك الشاب الضايع ده لثلاث أيام بيدور على حاجات ضايعة، مش لاقي حياته، تايه في الدنيا، هتمسحه وتعطيه مسحة الدهن وتعطيه أيضا نصيب ملك عند الأكل. وتغير شاول وصار شاول ملكا وأيضا بين الأنبياء فيما بعد، وحقق انتصارات كثيرة. صح أنه لم يحترم المسحة فيما بعد، وداود أيضا أرسل ليه الرب يوناثان النبي وقت ما زنى وأخطأ مع بتشبع وتأثر كثيرا. فالمسحة تحتاج إلى حماية وإلى استمرار وإلى تقديس. تقدسوا يا شعبي لأني غدا أصنع في وسطكم عجائب. آمين. قسيس أليكس، مين الشخصيات اللي تحتاج للمسحة؟ مين يحتاج للمسحة؟ هل بس الخدام؟ لا. هل الأسس؟ هل الكهنة؟ كل مؤمن قبل الرب يسوع. ليه؟ لأنه الرب ادانا الوعد إن احنا نذهب ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها. ادانا وعد بالآيات، ادانا وعد بالنصر، ادانا وعد بالغلب. ولما قال في أعمال 2 وفي سفر يوئيل أسكب من روحي على كل بشر. مين البشر؟ كل من يعترف باسم الرب يسوع وكل من يؤمن له حياة أبدية، مش بس حياة أبدية، لكن ليك نصيب في الآب والابن والروح القدس، لأنه اللي بيشهدوا في السماء 3 مع بعض متحدين، الآب والابن والروح القدس، وفي الأرض 3 متحدين. وإحنا بنقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. فنحن نحتاج يعني ده الاتحاد الثلاثي أو القوة الثلاثية أو الخيط الثلاثي الذي لا ينقطع، هو ده الخط المستحيل حد يقدر عليه أو يفصله أو ينتصر عليك، لأننا في الآب وفي الابن وفي الروح القدس، زي ما حضرتك اتفضلت قلت أولئك أولاد الله أو أبناء الله المنقادين بروح الله. كل ابن مولود ولادة تانية ليه الحق في الختم والامتلاء والمعمودية والقوة المستمر. يعني كنيسنا محتاجة للمسحة، وكل أفراد الكنيسة محتاجين للمسحة، وبيوتنا محتاجة للمسحة، وخدمتنا محتاجة للمسحة. كل جوانب الحياة دي محتاجة للمسحة طبعا. يعني الكتاب يقول ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة من الله بها نخدم بعضنا بعض. فالله بيقيس الخدمة، هل
فعلا لا يرتأى أحد فمن بغى أن يرتأى. يعني في ناس الرب مديها موهبة التبشير، ما ينفعش المبشر يكون قسيس. أحيانا كده وأنا بقرأ قصص عن الخدام يعني يقول فلان ده كان موهبته في الوعظ التبشير في ربح النفوس، لما راح يعمل قسيس مثلا حصل خناقات بين الأعضاء، انقسام في الكنائس، الكنيسة ما كملتش لأن خدمته مش في المكان الصحيح. ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة. أنا مثلا عندي مواهب معينة، لكن بحب أسمع المسبحين، يعني لو سبحت هتبشوا هتسمعون يعني صوتي مش وحش قوي، لكن فمواهب الروح القدس مواهب مختلفة. طبعا أعطى بعضا أن يكونوا رسلا بعض الأنبياء، فمش كل واحد يحب يعمل كل حاجة. في ناس بتحب تعمل كل حاجة، توعظ وترنم وتصلي وتعمل كل حاجة، لكن الروح القدس أعطى بعضا أن يكونوا. في طلبات صلاة جت لحضرتك على السوشيال ميديا، وطلبات صلاة جت من الكنترول روم يا أسيس، فعايزين نبتدي نصلي لأجل طلبات الصلاة، وهنكمل صلاة لأجلكم. ما تخافوش، واثقين ان الرب هيتمجد مع كل واحد في اسم يسوع. بشكر اخونا مجدي وكل احبائنا اللي تعبوا معنا، وبشوف الاول طلبات اللي جت. في طلبات كتيره جايه من الكنترول روم هنا. صلي حد محتاج صلاة الكنيسة بلجاجة، عملت أشعة العين وقالوا بداية انفصال شبكي، دكتور تاني قال ارتشاح، والنهاردة رايحة للدكتور تاني. محتاجين صلاة الرب يشفي العيون ويعيد النظر مرة أخرى ويلحم الشبكية أو أي مرض آخر يبطل في اسم الرب يسوع المسيح. نؤمن يا سيد الرب بعمل نعمتك وبركتك. صلاة من أجل بنت الرب مريان، الرب يشيل الضغوط والهموم ويشفي النفسية التعبانة ويعطيكي نعمة جديدة بنعمة الله وبقوة عمل الدم. صلاة من أجل أبناء المسيح في هذه الأيام الصعبة في الماديات، الجو الحر، وشعب المسيح وبنات المسيح وأطفال المسيح وكل ما صنعته يداه. الابنة مقبلة على الزواج والظروف المادية صعبة، وأنا أثق جدا في الرب، والشيطان بيحارب في التفكير والناس عاوزة تقنعني أنه في أعمال وأسحار، وأنا واثق في المسيح. ما فيش داعي للاقتناع بالأعمال والأسحار لو أنت مؤمن، لأن زي ما تكلمنا اقرأ تاني رسالة يوحنا الأولى والأصحاح الثاني. أقل واحد في الإيمان زي الأحداث والأولاد بيقول لهم غلبتم الشرير لأن كلمته ثابتة فيكم. فأنا بصدق الرب أن الروح اللي معايا أو يسوع اللي معايا أقوى من اللي عليا، أقوى من كل عمل، من كل سحر. أنا بصلي يا رب أن لأجل الأحداث، لأجل الأولاد، لأجل الأباء، لأجل الأمهات، يصدقوا أن عمل الروح القدس والذي صنعته على عود الصليب هو أقوى بكثير. نصلي يا رب لأجل المقبلين على الزواج والظروف المادية الصعبة، أن تزلل كل العقبات وتعطي الإمكانية لكل شيء في المسيح. أختنا رجاء بتقول بشكر المسيح من أجل إخوتي وصلاتكم، من أجل بنت الرب مريان الرب يبارككم ويعوضك أيضا. كيرولوس بنصلي من أجل أن أتقوى في الحياة الروحية والرب يفتح باب العمل. بنصلي يا رب لأجل كل شخص محتاج لعمل أنك تفتح بقوة مفاتيح داود وتصنع رب الكل جديد. ريم صلاة للتوفيق، الرب إلهك
يعطيك النجاح ويعطيك نعمة وبركة. أختنا ليلى حداد، نصلي من أجل التفاهم بين الآب والابن، بين أب وابنه، ويفشل روح الخصام في البيت. نصلي يا رب لأجل العلاقات العائلية، ونثق يا سيد الرب في عمل نعمتك. أيضا يا رب نشكرك لأجل الأخت جانت واستخدامك ليها، والرب يبارك حياتك ويبارك الأخ ماهر وجوزيف واخته، ويعطيكم الرب نعمة فوق نعمة مريم، ويصنع الرب آيات ومعجزات. أخت بدها طلب صلاة من أجلها والزوج وبيت الرب، يعطيهم أطفال ويعطيهم نسل. بنصلي يا سيد الرب تفتح الرحم وتبارك وتعطي نعمة ونسل من الرب باسم يسوع. طلبت صلاة أن الرب يتمجد في الحياة، يصنع معجزة تتعلق بالجامعة وتنحل مشاكل الجامعة. الأخت أماني، صلي يا رب لأجل كل الطلاب والطالبات في كل مراحل التعليم اللي محتاجين يا رب إلى معيتك وإلى سندتك في النجاح يا ابن الله، أن تباركهم. صلاة شفاء لأجل مايكل مينا، بتقول الأم أنا منهارة، من فضلكم صلوا من أجله. سارة السعدي، الرب يعني لم تصبنا تجربة إلا بشرية، لكن الله أمين الذي يجعل مع التجربة المنفذ. إن الواحد لا ينهار في التجارب ولا ينهار في الألام، ده معناه إني بسلم للرب. في ضيق التلاميذ والرسل لما تألموا جدا فوق الطاقة، بيقول حتى أيسنا من الحياة لكن سلمنا فصرنا نحمل، لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم من الأموات. في كل مرة في كل تجربة أنا بعلن إيمان بالله، مش انهيار، مش ضعف، مش فشل، أنا بعلن رجائي في المسيح، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم. أنا اسمي روز من جنوب السودان، أنا زوجي مريض والدكتور بيقول إنه مريض ويحتاج غسيل كلى، بس إحنا رفضنا. فبريد لو ممكن صلاة من أجل الزوج اسمه دوناتو ديمو. أختنا روز الرب يشفي الزوج، يعطيه كلى جديدة ويعطيه نعمة أن يشفى سبب مرض الفشل الكلوي. يا رب. أختنا ليلي مارجي بتقول عندي طلبة صلاة لأجل فحوصات خالية من السرطان، شفاء كامل. يا كثيرون يا رب مصابون بهذا السرطان، بنصلي لأجلها. أخت نادية أيضا اللي بتطلب الصلاة، أن مهما كانت درجة السرطان من النوع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو درجة غير معروفة، يبرأ في اسم الآب والابن والروح القدس. يسوع. طالبة واحدة بتقول إيريني إسحاق، طالبة صلاة ربنا يفتح للزوج مجال الشغل ويعطيله مرتب كويس يقدر يعيشنا زي ما كنا، وأنا كمان أقدر أرجع واشتغل. الرب يفتح أبواب العمل وإله كل نعمة. أنا بنصح كل شخص عاوز الباب يتفتح، الأمين في القليل يقيم على الكثير. خليك أمين للرب في عطائك في عشورك، لأنه في ناس لما الدخل بيزيد يعني مش بتطلع أي حاجة للرب خالص ولا أي حاجة العام، لكن الحقل المبارك اللي احنا بنستثمر فيه اللي فيه استجابات كتيرة وبنشوف عمل الله في حقل الكرمة، وانت بتطلب الصلاة حاول انك تزرع فيه، حاول انك دي، لأنه على فكرة الرب لما بيعطي بيقولك انت الأول، أعطوا تعطوا كيلا ملبدا مهزوزا تأخذون في أحضانكم. يعني قبل ما أقول له يا رب أنا عاوز، بقول له يا رب أنا بسدد احتياج الرب في الكرمة، المكان اللي أنا بطلب فيه صلاة، المكان اللي بطلب منه إيدك تتمد، جربوا الأمر ده. إحنا مجربينه أكتر من 15 سنة ولم نرى صديقة تخلي عن طبعا. ولا ذرية لا تلتمس. استأذنك عادل القسيس، معنا مكالمة من مصر. أخ كيرولوس من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك.
اتفضل حضرتك على الهواء. مساء الخير يا أستاذ. مساء الخير. أهلا وسهلا. ازي حضرتك عاملين ايه؟ نشكر الرب. انا محتاج صلاة، نفسي ارجع لربنا ومش عارف ارجع لربنا ازاي. انا مش بحب اروح الكنيسة، مش بحب اصلي، لكن انا حاسس بقلبي من جوه يعني في اشتياق لربنا، بس انا مش عارف ارجع لربنا ازاي. برافو طيب عليك ان انت قلت كده. يعني الروح القدس اللي احنا بنتكلم عنه هو اللي ارسل ليك هذه الأشواق المقدسة. لكن عشان تيجي للرب دي يعني أبسط شيء أنه أنا اعترفنا بخطايانا، هو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. اللي بيقر بخطاياه واعترف بها يرحم، الذي يؤمن لا يأتي لدينون. فأنا بدعوك النهاردة أنك تصلي معايا من قلبك، تؤمن يسوع من كل قلبك أن صليب يسوع يغفر كل خطية، وأنه يسوع يعطيك حياة جديدة بدمه واللي عمله لأجلك على عود الصليب، وتصير في المسيح النهاردة مش بقدرتك ولا بقوتك، لكن وإحنا بنصلي تختبر حياة جديدة وقوة جديدة. أيوة. وتابع برامج قنوات الكرمة، ولو محتاج أي مشورة أي صلوة القناة فتحة أبوابها 24 ساعة. تحب تصلي معايا تاخد يسوع نصيبك ومخلص؟ يا ريت. انا نفسي، انا على طول نفسي تعبانه، ما يعني مخنوق على طول، على طول متنرفز، بشرب سجاير، لكن انا مش حابب كده، مش حابب، انا مش عايز ابقى كده. ايوه، ده الروح القدس اللي بيبكت وعاوزك تعيش حياه جديده. وما دام ده الرغبه الحقيقيه دي موجوده في قلبك، ففعلا ربنا يقدر يغيرك النهارده الليله. أمين. ويديلك تنسى الخطية، لأنه كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة والكل يصير جديد. أنت مش تقدر تبطل سجاير من نفسك ولا تقدر تبطل الخطية، لكن لما بنصلي ويسوع بيجي يسكن في الحياة يكرهك فيها. أيوة. تنساها، أنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام. تحب تصلي أخونا الحبيب؟ أمين. طيب ارفع يديك للسماء قول له يا رب يسوع، يا رب يسوع، أدعوك بالإيمان، اسم يسوع يا رب، أدعوك بالإيمان أن تأتي إلى حياتي الآن، يا رب أن تأتي إلى حياتي الآن، تغفر كل خطية يا رب، اسم يسوع، تغفر كل خطيات يا رب، بدم يسوع، بدم يسوع الذي يطهر من الخطية. الذي يطهر من الخطيه. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، لانك قبلتني، لانك قبلتني واعطيتني حياه جديده، يسوع واعطيتني حياه جديده باستحقاق صليبك ودمك. ايوه، باستحقاق صليبك ودمك. وقلت على الصليب قد اكمل، وقلت على الصليب قد اكمل، اكملت خلاصي، أمنت خلاصي وفدائي، وفدائي وحياتي الجديدة، وحياتي الجديدة. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، لأني أقبل خلاصك، لأني أقبل خلاصك وعطية الروح القدس، وعطية الروح القدس والآب السماوي، اسم يسوع، الآب السماوي، وأؤمن من كل قلبي يا رب، أؤمن من كل قلبي أن صرت خليقة جديدة في المسيح. أخونا الحبيب، بعد ما صلينا الصلاة دي من قلبك، عاوزك تثق وتصدق أن الرب سكن حياتك، ادالك حياة جديدة. أيوه. بس المهم أنه نكمل في طريق الحياة، نشرب ماء الكلمة كل يوم، يكون ليك وقت تقعد مع الرب تدرس كلمته. أيوه. ترنم، تسبح، تطلب شخصه زي ما احنا طلبنا بكلمات بسيطة، والرب أبوك خالقك وخالق كل الأشياء بكلمة قدرتك واثق أنه أعطاك حياة جديدة. أمين. أمين. لازم تواظب على وصاية النعمة يا ابني، لازم، ويكون ليك أصحاب مؤمنين، وتحضر اجتماعات حرة بالروح
علشان حضور الاجتماعات والصداقات الروحية الحلوة هتبني حياتك وتساعدك مع قراءة الكتاب المقدس. والرب يحفظك. أنا بحيي صراحته أنه كده من قلبه على كل عليك. حاجة. برافو. وأنا اعترفنا بخطأنا فعلا. أنا فعلا فخورة جدا بي أنه تكلم بجراءة وعشان كده الرب اداله حياة جديدة. أمين. بقي لنا 7-8 دقايق يا سي بسرعة الطلبة. بنت الرب شلل في الحركة وابن الرب لشفاء العصب السابع ربنا يشفيه ويصنع معه معجزة الوجه والعيون. الرب يشفي من كل شلل ومن كل ضعف. بنت الرب نصلي لأجل زوجها، المشاكل كثيرة وصلت للانفصال والتعدي. يا رب غير قلب الزوج والزوجة وغير القلوب واعطي حياة جديدة وسلام الله الكامل. أمين. صلاة من أجل فيفيان ومارينا للارتباط، ربنا يبعث الشباب المناسبين ليهم. أمين. الرب يفتح الباب وارتباطنا بالرب هو سر كل بركة. بنت الرب بتعاني من كانسر في الثدي وبتاخد الكيماوي. يا رب سرطانات كثيرة من حولنا في كل الأعضاء. لكن بشكرك يا رب لأجل رسائل ناس بيقولوا يعني كانوا رايحين يعملوا الامراي وكانوا رايحين يعملوا البيوبسي وقبل ما يروح صلى وطلب الرب وشافتهم بالكامل وراحوا لقوا النتائج سلبية. شكرا. انا بصلي يا رب من خلال الشاشة لو في اي حد عنده سرطان ضع يدك بالايمان على مكان هذا السرطان وقول له اثق يا سيد الرب ان انا مخلوق في المسيح لاعمال صالحة سبقت فعددتها لي. أنا أثق يا سيد الرب أنك تطرد كل خلية سرطانية وكل خلية مرضية وأن جسدي هيكل الله وروح الله هو الذي يسكن يقدس ويطهر ويطرد كل مرض. آمين. بنت الرب فقد طفلها 3 سنوات وهي حامل في 3 شهور تعاني من نزيف في حالة حرجة. رقم 3 أنا بتكرر مرتين. عوضها رب عن فقدان الطفل 3 سنوات وأنا بطلب رب بدل فقدان 3 وهي حامل في 3 شهور بطلب بركة 3 الآب والابن والروح القدس الإله الواحد توقف النزيف وتعوضها رب بهذا الطفل الجديد عما فقدته. نائل يعاني من ألم في الظهر والرجل يحتاج لشفاء الروح والجسد ومحتاجة أخت بعتة بتقول محتاجة صلاة من الأخ أندرو من أجل أولاده وزوجته وصلاة من أجله لحل مشكلة الشغل وصلاة من أجل عملية عينيه. الرب يلمس العينين ويلمس الأسرة ويغير كل شيء لمجد اسمه. بنت الرب من مصر طلبة صلاة لأجل ابنها النفسية تعبانة. أي حد نفسيته تعبانة اقرأ كلمة الله. كلمة الله فيها أفراح وفيها مواعيد والرب هو اللي عنده الفرح وعنده مدام الملك في مجلسه أفاحنا الذين أمامه يذهب الحزن والتنهم. يا تعبان يا حزين يا اللي بتعاني تعال جرب الجلسة مع الرب هتلاقي مع عروس النشيد أنا لحبيبي وحبيبي لي إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلم. بنت الرب عندها مشكلة بالقلب والنظر. الرب يشفي القلب ويشفي البصر ويعطي قلب جديد ونظر جديد. بنت الرب من مصر طلبة صلاة لأجل ابنها يتحنن عليه ويلاقي مشروع بيشتغل فيه. يا رب بنصلي لأجل كل الأبواب المغلقة. أنت وحدك يا رب الذي تستطيع أن تقف وتفتح الأبواب المغلقة كما فتحت أمام تلاميذك. بنت الرب هيلينج فور ميرنا وهارون من الكوفيد. صلى يا رب نشكرك لأجل أنت الرب الشافي تشفي من الكوفيد إن في الوزن إن في الوانزا كل أمراض يا رب الفيروسات والبكتيريا تبرأ في اسم يسوع. ابن الرب من الجزائر محتاج صلاة لأجل الشفاء ولأجل أولاده يعرفوا الرب. يبارك الرب أحبائنا في الجزائر وتونس والمغرب وليبيا ويوقف كل نتائج الإعصار والزلازل اللي حصلت والفيضانات
ونصلي لأجل شفاء ابن الرب في الجزائر، ونصلي يا رب لأجل الذين فقدوا أحباء بالألوف والسدود اللي انهارت وغرقت ألوف يا رب، أنك ترحم هذه البلاد وتعرفك أنت الإله الحقيقي يسوع، وتشفي يا رب وتداوي كل الجراح. بنت الرب لأجل أخت مريم خادمة الرب يشفيها من السرطان. الرب يذكر كل خادم متعب، كل خادمة مريضة، ويكرم الرب عمله في الخدام والخادمات، لأن وعدك يا رب الذي يخدمني يكرمه الآب. ابن الرب عملية جراحية، وصلى لأجل ابن الرب للشفاء العاجل من عملية مضاعفاتها. أذكر رب كل اللي هم تحت تأثير مشرة الجراحة يا رب، وعندهم مواعيد في عمليات أو بيريكفر أو في مرحلة الاستشفاء من عمليات. المسهم جميعا، ضمد الجراح واشفيهم بالكامل. أمين أمين يا أسيس. باقي دقيقتين وعايزة أسألك، إزاي المسحة بتعلمنا علشان نصلي لأجل قناة الكرمة ولأجل عمل الله عموما. أمين. قبل ما نخلص الحلقة، الحقيقة المسحة بتعلم كل شيء في الحياة. يعني أولا المسحة بترشدنا إلى طرق الرب وإلى طرق الحق. عشان كده حتى المسيح لما حبل بيه بالروح القدس، هو لم يبدأ خدمته إلا بعد سن 30، لما الروح السيد الرب عليه مسح. تعلمنا ازاي نبشر، ابشر المساكين، تعلمنا ازاي تطلق المأسورين، تعلمنا ازاي نربح النفوس للرب، اللي في السجن والمأسورين بيخرجوا. بتعلمنا ايضا الشفاء، يعني لو كنت تعبان في مرضك، في اوقات كتيرة لما كان يصيبني المرض واخرهم الكوفيد ومتاعب تانية، الروح القدس كان يسوق في طريقي اناس يباركونني في المستشفى، في العلاج، في الشفاء، في طرق لم أعرفها. لاحظ منكسر القلوب، ناس كتير طلبات صلاة جت علشان نفوس منحنية في الاكتئاب، في الحزن، في الأمراض النفسية. فضل دقيقة يا أسيس، فيعرفنا كل أنواع الشفاء وكل طرق الحياة. أمين. أمين. أمين أمين أمين. ربنا يباركك، يباركك يا أسيس أليكس. شكرا ليك، وشكرا لصلواتك، وشكرا لعمل الله فيك. رب يباركك ويستخدمك بقوة. شكرا ليكم أحبائي المشاهدين لأجل المتابعة معانا. احنا هنكمل صلاة ليكم، طلبات صلاة أنا معايا فعلا شوية طلبات صلاة، لكن هنصلي لهم بعد الحلقة في اسم يسوع. رب يتمجد مع كل طلبات صلاة ومعاكم، ويكمل عمله معاكم وفيكم وبيكم في اسم الرب يسوع. وما زلت بقول احنا محتاجين صلاتكم جدا، زي ما احنا بنصلي لكم نصلي بعضنا لاجل بعض ولاجل عمل الله في الكرمة علشان يكمل، وما تكونش الكرمة في صراع زي اللي انا شايفها الايام دي. في اسم الرب يسوع، الرب يسد كل احتياج في الكرمة. نلتقي بكم انت انا الرب في الاسبوع القادم، وحلقة جديدة اطلبوا تجدوا. ليكم كل بركة، كل نعمة، كل شفاء، كل معونة، كل إحسان إلهي في المسيح، وإلى اللقاء. أطلب تلاقي حلو التلالي معاها قوي، بس انت روح فضفض وبوح، واحكي له مالك، اشكي له حالك، واحفظ بقى الارض لو متشققه عنده السوائل. اطلب تلاقي وما تتسنش الا علي ايدي بتشفي، علي لمسه واحده